وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يضل من وأليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، اللهم اغفر لنا ما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. تقبل منا يا ربي، إنك أنت السميع الدعاء، وإنك أنت خير الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله.